الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين آمين. ما زلنا مع موطأ مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه، وما زلنا مع كتاب الحج ما جاء في بناء الكعبة. قال رحمه الله، قال الراوي حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها ورحمة الله عليهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفلا تردوها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال هذا حديث عظيم جدا في فوائد جمة. نعم. قال: فقال عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحج إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم. اختلف في أول من بناها الكعبة، فحكى ابن حجر الطبري أن الله وضعها أولا لا ببناء لا أحد. وعن علي بن حسين أن الملائكة بنتها قبل آدم، وعبد الرزاق عن عطاء أول من بنى البيت آدم، وعن وهب بن منبه أول من بناه شيث بن آدم، وقيل أول من بناه إبراهيم عليه السلام. جزم ابن كثير زعيما أنه أول من بناه مطلقا، إذ لم يثبت عن معصوم أنه كان مبنيا قبل هو يقال عليه، ولم يثبت عن معصوم أنه أول من بناه. وقد روى البيهقي في الدلائل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة بناء آدم لها، وروى الأزرقي وأبو الشيخ وابن عساكر موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا غيب فيكون موقوف له حكم الرفع، إذ لا يقال رأيا. وأخرج الشافعي عن محمد أن كعب القرظي قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم. ابن أبي حاتم عن ابن عمر أن البيت رفع في الطوفان، فكان الأنبياء بعد ذلك يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم فبناه على أساس آدم، وجعل طوله في السماء 7 أذرع بذراع، وذرع في الأرض 30 ذراعا بذراع، وأدخل حجرة في البيت، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه يلقى فيه ما يهدي للبيت، ما يهدى للبيت. فهذه الأخبار وإن كانت مفرداتها ضعيفة كلها بأسانيد ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضا. وابن أبي شيبة وابن هوي وابن جرير وابن أبي حاتم والباقين عن علي أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله أن يلبث، ثم انهدم فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جرهم، ثم بناه قصي بن كلاب، نقله الزبير بن بكار وجزم به الموردي، ثم قريش فجعلوا ارتفاعها 18 ذراعا، وفي رواية 20 ولعل رويها جبر الكسر، ونقصوا من طولها ومن عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر لضيق النفقة بهم. ثم لما حوصر بن الزبير من جهة يزيد بن معاوية تضعضعت من الرمي بالمنجنيق عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، فأدماها في خلافته وبناها على قواعد إبراهيم فأعاد طولها على ما هو عليه. وطبعا أراد أيضا أن يبنيها عبد الملك بن مروان، لأن الزبير علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمنيين لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنين الشاميين ما كان على قواعد إبراهيم فما كان يستلمهما. فابن الزبير لما سمع عن ذلك من عائشة هدمها وبناها على قوائم إبراهيم كلها على قواعد إبراهيم، وأدخل الجزء الذي كان في الحجر في الكعبة. ولما جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق ضرب الكعبة بالمنجنيق ثم هدمها، وابن عبد الملك بن مروان على ما كانت عليه. فلما قيل له حديث عائشة أراد أن يهدمها ويبني عليه، فقال مالك أو غيره قال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي الولاة، اتركه على ما هو عليه، يعني هيبة هيبة له. قول مالك عن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أخ القاسم، والقاسم هذا من نبلاء العصر من ثقات التابعين، قتل بواقعة الحرة. أخبر هو عبد الله بن عمر قال الحافظ أن سليما كان حاضرا لذلك، فتكون من رواتي عن عبد الله بن محمد، ذلك صرح أبو أويس عن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن فاهم. أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان، فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عن الجميع. أخرجه الدرقني في غرائب مالك والمحفوظ الأول، وقد رواه معمر عن الزهري عن سالم لكنه اختصره
واخرجه مسلم روايه نافع عن عبد الله بن محمد بن البكر عن عائشه بتابع سالمة عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت الم تري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه قبل ما يبعث بخمس سنين كما روى عبد الرزاق الطبراني والحاكم من حديث ابي الطفيل قال كانت الكعبه في الجاهليه مبنيه بالردم ليس فيها مدر وكانت قادر ما تفتحها العناق وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا وكانت ركنينها كهيئه هذه الحلقه فاقبلت سفينه من الروم حتى اذا كانوا قريبا من جده انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الروم الذين فيها نجارا الذي فيها نجارا فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت فكلما ارادوا هدمه بدت لهم حيه فاتحه فاها فبعث الله طيرا فاعظم من النسر فغرز مخلبه فيها فالقاها نحو من جاد فهدمت قريش الكعبه وبنوها بحجاره الوادي فرفعوها في السماء 20 ذراعا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجاره من جاد وعليه نمره يعني قال له عمه لو رفعت ثوبك فرفع ثوبه فاغشى عليه فلم يرى بعد ذلك عريانا بابي هو امي وهذا قبل المبعث بخمس سنين وراى عبد الرزاق معمر الزهري قالت لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم اجمرت امراه الكعبه فطارت شراره من مجمرها او مجمرها في ثياب الكعبه فاحترقت وشوهت قريش في هدمها وهابوه فقال وليد اما ان الله لا يهلك من يريد الاصلاح ثم هدم فلما راوه سالما تابعوه قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال مجاهد وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشره سنه. روى ابن عبد البر عن محمد بن جبير بن مطعم وابي جزم موسى بن عقبه قال حافظ الاول اشهر وابي جزم بن اسحاق ويمكن جمع بينهم ان يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البلاد وذكر ابن اسحاق ان السيل كان يصيب الكعبه سقط بنائها لذلك ارادوا بناء الخلاصه يعني كانوا يخشون في البناء تاتي حيه فلما ارادوا الهدم الكل خاف ان ينزل غضب من الله عليه فجاء المغيرة فقال شوف كلام حكيم الرجل مع هذه الحكمة لم يؤمن هو الذي قال في القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن عليه لإيش لمسق مع ذلك لم يسلم كبرا وحبا للمال لما أراد أن يضرب بالمعول وخافوا قال إن الله لا يضر من أراد الإيش لا يعاقب من أراد الإصلاح ولذلك تتبعه ثم بنوها على ما ترى وتقاصرت النفقة يعني النفقة الايه النفقة الحلال تقاصرت النفقة الحلال وما كان عندهم ربا فتقاصرت النفقة الحلال لم يضعوا في الكعبة درهما واحد حرام فأصروا ألا يبنوها على قاعدة إبراهيم حتى لا يضع درهم حرام وهم كفروا بأكلوا الربا رايت كلها مساجد الدرار لا يصح أي أحد يصلي فيها وتعلمون انهم يعني اختلفوا في الحجر من الذي يضع الحجر حتى اخرج الله لا قالوا اول ما يخرج هو الذي يفصل لنا في الخطاب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم هو الصادق الامين وطبعا لما حكم ان الجميع اشترك يكون الحجر فين؟ في ثوب والجميع يمسك الثوب بعدين يضعونه في مكانه هنا قول النبي لولا حدثان قومك به بكفر وهذه فيها دلالة على فتنة الدعوة وأن الإنسان يعني لا يهجم على شيء ولو كان حقا يهدم به يعني لا تبني قصرا لتهدم إيش مصرا النبي يرى أن يبني الكعبة على قوائم إبراهيم عليه السلام لكنه خاشيا من الفتنة يقولون كيف نبيا ولا يعظم الكعبة أبرها الأشرم جاء والفيل وحجزها الله وتهدمها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خوفا عليهم من ايش؟ من الفتن وكما قال ابن ابي طالب لا تحدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله لذلك هنا لولا هنا حرف امتناع لايش؟ للوجود لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه او بكفر يعني لولا ذلك لبناها على قوائم ابراهيم قالوا جعلت لها بابا يدخل من الناس وبابا يخرج منه وادخلت فيه الحج لما الحجر اصلا من الكعبه لما طلبت عائشه من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبه قال صلي في الحجر
صلي في الحج من الحج فيها ستة أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة، وانظر إلى هدم الكعبة، قال أهدمت الكعبة ولا بنيتها على قائم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من باب هنا النظر في المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة للتحكم، لأنه لو فعل ذلك هي مصلحة، وبناء الكعبة على قوائمها هذه مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، لكنه أرجع هذه المصلحة لمفسدة قد تأتي تبعها، ألا وهي إيش؟ الناس تكفر بعد ذلك، يقول لك نبي ولا يعظم البيت، نبي يهدم بيت الله وهو القبلة اللي يصلي إليها. وطبعا العوام إيش؟ هوام، العوام هوام، أديك شايف العوام عاملين إيه، مموتين الدنيا كلها العوام، أي تصفيق يصفقه، أي تصفير يصفره، كثير منهم إمعات، ده الحقيقة. قال لهدمتها ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. فلما قالت عائشة بذلك وسمع ابن الزبير علم أنه إذا أمن الفتنة، لأن هو النبي لم يفعل لخوف الإيش الفتن، فهو لما ترامت الدولة الإسلامية اتسعت رقعتها وأنها تملكت والدين تملك من القلوب هدمها، والناس ولا منكر واحد حتى أنكر عليه، ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هدمها ثم جعلها على قائم إبراهيم، وجعل بابا بابا جعلها بابين، باب يدخلون الناس وباب منه إيش يخرجوا. لما جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، فضرب الكعبة بالمنجنيق، هدم جزءا كبيرا منها، ثم جاء ابن مالك فهدمها لبناء ابن الزبير عشان يخالف ابن الزبير، وبناها على مكانت. الفوائد المستنبطة: اعمال النظر في مقاصد الشريعة، الاحتراز من الكلام الذي فيه فتنة حتى لا يفتتن الناس، وهذه تسمى حسن مادة وسد سد الزريعة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.